آخر كلمة من سورة الفاتحة. سورة الفاتحة نقرأها كل يوم 17 مرة في ركعات الفرض في 5 صلوات، 5 صلوات كل يوم، نقول 17 مرة بركعات الفرض ولا الضالين. أحد قضيتين: إما أن تتبع الذكر الحكيم أو أن تتبع أولياء ورجال دين، والغالبية العظمى تتبع أولياء وتبتعد عن كتاب الله.